هذا جريح اخونا الثاني مرتضى موجود، جريح سابق هو خرج منتظر الأخيرة يعني من جرح الذقار المؤمنين في محافظة الذقار. بدل القوات الأمنية والحكومة تحتضن جرحتنا في محافظة الذقار، فردت عليه بالرصاص، هو حالته خطر حاليا، وقال لا ما منظركم، يعني جريح سابق وما عنده أي حقوق، وحتى الحكومة المركزية كذبت بأن هناك رعاية خاصة للجرحى، لا ماكو رعاية خاصة، هناك أموال خاصة للجرحى خصوصا جرحى محافظة الذقار، بالغ عددهم أكثر من 1200 جرحى محافظة الذقار، لا رعاية لا حقوق، ومظاهرات سبق وأن خرجوا مظاهرات سابقا، وهاي نتائجها وهاي نتائجها، وحاليا سمعنا خبرين أن مسك الأساتذة اللي تخرجوا خلال هاي الأيام، هو ما عنده إمكانية ضعيفة يعني إذا طلع وين بالبيت بظل هاي إصابته لحد الآن. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع التي تطرح في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة ببرنامج تقدرون من داخل العراق تدقون على واحد من ذني أرقام الاثنين تشوفوها أسفل الشاشة، وأيضا من يسكن في دول المهجر أو الأخوة الأشقاء العرب يقدرون يتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين تشوفوها أسفل الشاشة. فعندكم أربع أرقام للاتصال، ذني الاثنين وعدنا رقمين للداخل، ذني اللي نتشرف بسماع أصواتكم والدخلون معنا في اتصال هاتفي. أما هذا الرقم، هذا الرقم مخصص فقط لبرنامج الواتساب، أو عفوا للواتساب مخصص فقط للرسائل، يعني ما أقدر أستقبل مكالمة، ما أقدر أستقبل فيديو، ما أقدر أستقبل رسالة صوتية أو صورة، لأن ما راح تظهر على الشاشة. فقط في حال ما قدرت تدخل ويانا باتصال مع شديد الأسف وما نقدر نسمع صوتك ورأيك عبر الصوت أو عبر اتصال هاتفي، اكتب لنا رسالة تعبر لنا بها عن رأيك في الموضوع اللي راح نطرحها. موضوعنا اليوم أكثر من قضية نناقشها، كلهن يصبن بمكان واحد، نقرأها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. أتمنى تكون الرسالة متبوعة باسمك ومكانك. الفيديو اللي شفتوه بعشارة البداية هاي زيارة للمتظاهر الجريح مرتضى اللي انصاب خلال مشاركته بتظاهرات ثورة تشرين بالناصرية. ناشطين بديقار يزورون هذا المتظاهر الجريح، علما أن الحكومة على أساس خصصت 2 مليار دينار لعلاج الجرحى، جرحى تظاهرات تشرين تحديدا، لكن لحد الآن ماكو أي شيء باتجاه المصابين، أكو إهمال حكومي وسرقة لحقوقهم وإهمال متعمد لجرح التظاهرات من قبل القائمين على ملف جرح التظاهرات بديقار. أما قبل ما نحكي عن الإهمال الحكومي للمتظاهرين وللمصابين وللناشطين، اليوم المحكمة الاتحادية صادقت على نتائج الانتخابات العراقية، يعني بما معناه المفوضية طلعت وقالت النتائج، وراها رفضة وطعنة وقالوا نريد عد يدوي، عدت وفرزت من جديد وطلعت بنفس النتائج، طعنة وبالنتائج الثانية وطبوا للمحكمة، على الرغم أنه المحكمة الاتحادية مختصاصها أنه تبت في شؤون الانتخابات، لكن مع كل هذا، هذا رأي قانونيين مو رأي آني، رأي قانونيين يقولون المحكمة الاتحادية ما لها دخل بالانتخابات اللي تصير كل 4 سنين. المهم اليوم صادقت المحكمة الاتحادية على النتائج بشكل نهائي، ورفضت طعون الميليشيات لإلغاء نتائج الانتخابات، وأوضحت أنه وفقا لقانون الانتخابات فلا يصار للعد والفرز اليدوي إذا لم تتطابق النتائج بنسبة 5%، وأعلنت رد الدعوى المقامة ضد نتائج الكوتا النسائية. وعقدت المحكمة الاتحادية جلستها للبت بالطعون اللي تقدم بها تحالف الفتح اللي زعم هادي العامري، ويضم عدد من الميليشيات المرتبطة مع إيران، وطلع هادي العامري ويقول أنا راح ألتزم بقرار المحكمة حول الانتخابات رغم التزوير والتلاعب حسب وصفه. السؤال اللي ينطرح هنا، هادي العامري هذه مو أول انتخابات يشارك بها بالعراق،
بس أول انتخابات اتهمها مزورة. ليش؟ ليش بالذات هاي الانتخابات دا يتهمها مزورة؟ علما أنه العراقيين كلهم يعرفون أنه شكو انتخابات صارت بالعراق يشوبها تزوير وهي مزورة. ليش بالذات هاي الانتخابات هو رافضها؟ المهم، أما الميليشيات اللي رافضة نتائج الانتخابات رجعت مرت اللخ احتجدت على أبواب المنطقة الخضراء وأغلقوا شوارع بالتايرات المشتعلة وصارت اختناقات مرورية وازدحامات بشوارع بغداد الرئيسية خصوصا عند التقاطعات والجسور وانتشار أمني كثيف في العدد أو العديد من المناطق في العاصمة العراقية بغداد وغلقوا جسر الجمهورية وحصول زخم مروري شديد بمنطقة الباب الشرجي وبشارع المطار واختناقات مرورية شديدة وتوقف حركة السير قرب تقاطع سريع الدورة باتجاه جسر ذو الطابقين. هاي الأمور كلها والحكومة العراقية أو ما تسمي نفسها بحكومة عراقية ومصطفى الكاظمي ساكت، لكن متظاهر طلع بالناصرية ويقول أنا أريد وطن وما شايل سلاح ومهدد ومسد شوارع، ومتظاهر ثاني طلع ويقول أنا ما أريد فساد، ومتظاهر ثالث يقول أنا ما أريد محاصصة، ومتظاهر رابع ويقول أنا ما أريد أحزاب، ومتظاهر خامس يقول أنا ما أريد جنسية ثانية تحكمني، ومتظاهر سادس قال أنا ما أريد تدخل خارجي وخلي إيران تطلع برا وأمريكا تطلع برا. اثنيناتهم ذولا انكتلوا وطبوا قوات الرد السريع ومكافحة الشغب ودخلوا انكتلوا انبادوا قنابل غاز مسيل للدموع غير صالحة ما مخصصة للاستخدام المدني، استخدمت مع المتظاهرين المدنيين، مخصصة للاستخدام العسكري، استخدمت بطريقة مباشرة، شوهت وقتلت من قتلت، إضافة إلى الرصاص الحي، إضافة إلى السلاح الأبيض، إضافة إلى الضرب والاعتقال والتعذيب. بينما واحد يهدد ويضرب بيت رئيس وزراء ويحاول يغتال مدير أمن عام أو ضابط بالجيش ويحاول يقصف مقر المخابرات وطيارات مسيرة وصواريخ وطائرات موجهة وكل هاي الأمور عنده، ما حد يحكي وياه. برأيكم ليش؟ ليش ذول اللي رافضين للانتخابات اللي واقفين بباب المنطقة الخضراء ما حد يحكي وياهم؟ طبعاً هم نفسهم اللي ظهروا قبل فترة وكسروا الكاميرات مع السفارة الأمريكية، ما سووا شيء ثاني، ما حد يحكي وياهم. بينما المواطن العراقي اللي يدور عراق، المواطن العراقي اللي يدور بلد، مرتضى مثلاً اللي طلع من أجل شعب العراق ومن أجل أرض العراق ومن أجل سماء العراق ومن أجل ماء العراق، انصاب وبالمستشفى وما حد داير له بال. مثل آلاف الشهداء ومن ضمنهم أيقونة ثورة تشرين صفاء السراي اللي طلع يطالب بوحدة العراق من شماله إلى جنوبه. تعرفون اللي صار؟ ليش ذولا يتعاملون وياهم بالقمع، بالضرب، بالقتل، بالرشاشات، بالهراوات، بالتخويف والترهيب؟ ليش ذولا اللي واقفين بباب المنطقة الخضراء ويهددون ويهددون علنا، واللي يريد يعدم مصطفى الكاظمي، واللي يريد يقصقص إذاناته، واللي يخلي صوره بالقاع ويدوس عليها بالبساطيل، ما حد يحكي وياهم. نريد نعرف ليش. هل ذولا عراقيين درجة أولى ما حد يحكي وياهم والشعب العراقي درجة ثانية؟ ليش اليوم الشعب العراقي ما عنده خدمات؟ ليش اليوم الشعب العراقي ما عنده حياة؟ ولما يطلع ويطالب بأقل ما المفروض توفر اللي هي الحكومة العراقية، مو ما يديروا ولا بال، لا يسمعوا، يطلعون يحجون عليه يقولون زوبعة في فنجان.
يطلعون ورا ما يسمعوا انتهوا قبل ان تنهوا، مثل ما قال نور المالكي على الانتفاضات اللي صارت بالمحافظات الستة المنتفضة. ليش اليوم لما يطلع واحد ويقول لك اني اعد من رئيس الوزراء ما حد يحكي وياه؟ هاي انتخاباتكم مزورة وما حد يحكي وياه. طبعا هم اللي جابوا هاي العملية، وهم اللي وقعوا على هاي العملية السياسية، هم اللي وقعوا على القوانين، هم اللي وافقوا عليها. ولما الشعب رفض وما شارك وشاركوا أقل من 20% وطلعت هاي النتائج صارت مزورة. ولما يطلع مواطن شايل العلم العراقي بس ويقول أنا أريد بلدي، يقتل أو يعذب أو يصاب ويصاب بعوق، ورا ما ينصاب ينهم الحالة حال الأخ مرتضى اللي شفتوه بالناصرية. محمد من أمريكا، حياك الله يا محمد. عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. بدون زحمة، هو هذا العامري قبل بالثمانينات مو كان يعذب بالأسرة؟ الله يرحم الشهداء، القطع الأسير في السيارة مو كان يعذب بالأسرة؟ هسه جاي ذا اللي يصير حاكم براسنا، راس الشعب. يا أخي ذولا كفيلك محمد، البارحة سمعت التقرير يقول لك ما يريد العراق يصفى إيران، هم حرس الثوري الإيراني يقول لك العراق ما يريده يصفى، لازم تبقى بالطائفية، ما يبدون العراق يصفى. هم دول الميليشيات مخدرات وغير المخدرات، هذول ثلاث أربع الجيش والشرطة يشربون حبوب مخدرة. كفيلك الله الحادثة مال البارحة مال الطفلة عمرها 6 سنوات، وأنا لها للعمايم سووا فساد بالأرض، الله يهجم على رؤوسهم. والبارحة هذا أبو عزرائيل الوسخ القذر يهدد بالمؤهل الموصل، يهدد بيهم، يعني يريد يهجر أهل الموصل بارحة التهديد مالته. هذا أبو عزرائيل شنو أنت؟ طلعت لك لقطة يا مال والله باسكلات وحط طحين سويناهم، أنت دمك دم الأبرياء قتلتهم بالسيف أيها الإيراني. إحنا ما بواسنا رجلين الإيرانيين من اللي يجون زيارات نخضعهم مثل الكلاب، نبوس برجل الإيرانيين أيها السفلة عبادين لإيران يا أيها الساخطون يا سفلة، والله لعبت لعب بالعراق يا سفلة ولد السفلة يا ولد العجم، والله تبوسهم برجلين العجميين يا ولد العجم، وين راح لكم أبو هدل الله يرحمه؟ والله لا يمسحكم مسح من الخارطة، والله لا يمسحكم من العالم كله. تحياتي لقناة الرافدين، الله يشافي جرحانا ويشافي كل مريض إن شاء الله يا رب العالمين، والله يحفظكم إن شاء الله. وتحياتي قناة الرافدين. حياك حياكم الله. حياك الله أبو علي من الناصرية ويانا، حياك الله من لندن، حياك الله أخوي. الله حييك، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أعرف ويا المواضيع هواية بالنسبة للميليشيات اليوم خسروا. نعم. وما راضين، ما راضين عن نتائج. أنتوا شو تريدون؟ ما أعرف. أنتوا يومية سادين الطرق وسادين الشوارع، صاركم 4-5 أيام ها مطار بغداد واقفين، ها تمنعون إزالة الصنم الإرهابي الداعشي قاسم سليماني. يعني أنتوا عجم، رجع الإيران، رجع الإيران على أبوكم يا أبو إيران يا أبو خميني. يعني إحنا ما جينا نفتي شنو من ملة أنتوا؟ خيراتكم من العراق ها؟ أول أمس واحد أبو عزرائيل اتصل بصديق عزيز على الفضائية وهدد بالقتل، يقول له أنا من الحشد. لك أدري هو الحشد هج رباكم، رباكم على القتيل على البوق على النهيب. لك يا أخي أنتوا بلا أجيتوا علينا، أنتوا مجرمين عصابات إرهابيين. نرجع لإيران، رجع لإيران على أبوكم يا أبو إيران يا أبو خميني يا أبو خامنائي. يا أخي بلورت لنا بيكم، إحنا أنتم مو قلتوا انتخابات، سويتوا انتخابات خسرتوا. يعني ما أعرف، لو ألعب لو أخربط الملعب يعني خسرتوا بالانتخابات. شو تريدون انتوا؟ شو تريدون انتوا من الشعب العراقي؟ ما على الشعب العراقي الا ان يثور، ادخل الى الخضراء وطلعوهم بالشوارع حتى لا باكر الحكم يستلمه مقتدى. شنو يعني مقتدى؟ ها ما يقدر يحاكم واحد الان شو اسمه هذا لؤي الياسري محافظ النجف، رادوا يحاكموا ورادوا يعاقبوا، مقتدى وقفهم قال لهم لا تحاكموا ولا تحاكموا ولا تحاسبوا ولا كل شيء يسوون ولا تحقيقات، لأنه أخي مصايب بالنجف
مصايب بالنجف مشترك بها مقتدى والحكيم والسستاني. هذا البوغل بالنجف، مطار النجف صار هدد، يدخل المخدرات وتدخل الدعارة. يا أخي نسائنا جيت روح روسيا على مكاتب خطوط الجوية. يا أخي شنو هاي؟ والله العظيم مصيبة. ما على الشعب العراقي يدخل إلى الخضراء يا أخي وسحوا لهم بالشوارع. يعني أنت ايش منتظرين؟ منتظرين يجي مقتدى يحكم العراق بعد 4 سنين؟ يبقى 4 سنين نفس المشكلة. كهرباء ما عندك، مستشفيات ما عندك، مدارس ما عندك، ها؟ وعملاء خونة الإيران. مصيبة يا أخي. أنت قاعد واقفين يومية يتقمزون مثل القردة. يا الحشد المدنس، شو تريدون أنتم من العراق؟ يومية قاطعين الشوارع، يومية مدمرين العراق. هذا قاسم سليماني إرهابي مجرم. أنتوا إذا عبيد الإيران، عندكم قاعدين بالعراق. روح الإيران على أبوكم يا أبو إيران. شكرا شكرا الله. شكرا لك أبو علي. اليوم أيضا البارحة تكلمنا عن قضية الإطار التنسيقي وشروطه، وسألنا سؤال وقلنا الإطار التنسيقي يطالب بزيادة القدرات العسكرية والقتالية للحشد الشعبي. السؤال أنه ليش دا يطالبون بزيادة القدرات العسكرية؟ يعني من المفترض أنه هو تابع إلى المؤسسة العراقية، أما زيادة قدرات عسكرية وقتالية في وقت من المفترض أن العراق ما بيحارب. هم مو أعلنوا النصر على تنظيم داعش، مو أعلنوا أنه أبادوا هذا التنظيم، زين ليش رفع القدرات العسكرية؟ والعراق اليوم عندنا مشاكل رواتب ومشاكل تعيينات، وتظاهرات أمام وزارة التربية طالب بالتعيينات، وتظاهرات أمام مجالس المحافظات في المحافظات العراقية طالب بالتعيينات والرواتب، وهم يطالبون بزيادة قدرات عسكرية. نازحين يدورون يعني تعويض، ويدورون بيوتهم اللي تهجروا من أدها أن ينعاد أعمارها أو يطلبون تعويض على بيوت اللي تهدمت حتى يرجعون يبنوها، ودول يطالبون بزيادة قدرات عسكرية. أيضا التربية والتعليم، العراق بحاجة إلى أكثر من 8500 مدرسة إلى 10000 مدرسة، وذولا يطالبون بزيادة القدرة العسكرية. زيادة القدرة العسكرية يعني صرف من ميزانية الدولة حتى تشترون سلاح ودبابات ومدافع حتى تزيد قدراتهم العسكرية والقتالية. والعراق بحاجة إلى 8000 إلى 10000 مدرسة. العراق بحاجة إلى أن تعاد شبكة الصرف الصحي اللي نسميها بالعامية المجاري، حتى من تمطر الدنيا ما تفيض، حتى من تمطر الدنيا ما تفيض حالها حال المعقل. وإذا تردون تشوفون حال المعقل أتمنى تبقون ويانا بهالفاصل القصير، تشوفون الفيضان اللي صاير بالمعقل، وتشوفون اللي صاير بالمعقل، وتعرفون شنو اللي دا يصير. ابقوا ويانا. نلفت عناية مشاهدين الكرام إلى أن قناة الرافدين الفضائية ستبث على نظام HD وعلى التردد نفسه 1.0727 وعلى مدار النايل سات اعتبارا من الأول من شباط عام 2022، وأن البث على نظام SD سيتم إيقافه في 28 من شباط عام 2022. هذا اليوم الثاني، اليوم 26 يوم الأحد، هاي اليوم الثاني، هاي بحيرة المعقل، شوفوا بتش الظام راح ندخل، هاي بحيرة المعقل، هاي مياه مجاري هم ترى مو مياه أمطار، خاف ما تدرون، شوفوا هاي فلكت الساعة وما أدري الإعلام جاي يصور، راح يوصل النتيجة لو هيجي ما أدري والله. بحيرة المعقل هاي اللي ما لها حل، ما أدري الناشد منه، الناشد رب العالمين والسيد المسيح بمناسبة عياد الميلاد، لأن بعد ماكو أحد الناشدة. يلا تفضلوا، هاي منطقة المعقل هاي، لوين عايشين إحنا؟ يلا تفضلوا، بيوت ولا محلات كلها عزلت العالم. يلا أنا باي ماي وصخ، ماي وصخ، هذا مو ماي مطار يا مسلمين. يلا تفرجوا.
تفرجوا شوفوا الدنيا شوفوا. يلا تشزمات نطلع تشزمات. شوفوني انا طالع بتشزمه. شوفوا تشزمات نص الشارع. يلا تفرجوا قد عمق الماي. شوف ها يلا تفرجوا تفرجوا راح يصعد لنا الموج لين اجت السيارات. يلا تفرجوا ها تفرجوا شوفوا الضيم مالتني. يلا شوفوا هاي السيارة صارت غواصة. العراق بحاجة لكل هاي الأمور وما دا يفكرون يحلوها. بعد اكو قضايا هواية إذا نريد نفتحها ونحكي بيها راح تشوفون العراق بحاجة إلى مو ميزانية، العراق بحاجة إلى ربع الميزانية العراقية اللي أقروها بالسنة الأخيرة وبأي سنة من السنوات اللي كتبوا بها ميزانيات انفجارية يعيدون ببناء العراق لو اشتغلوا صح، بس هم حايرين بغير شيء. أبو عمر من بغداد حياك الله أبو عمر. أبو عمر من قطاع الاتصال يا أبو عمر، أتمنى يرجع لنا مرة ثانية حتى نسمع رأيه بالموضوع. مدارس العراق قلنا نحتاج 10,000 مدارس، والموجود من المدارس العراقية يا سقفها واقع، يا شبابيكها جاماتها مكسر، يا ما بها رحلات، يا ما بها بيبان، يا ما بها صبورات، يا الجهال قاعدين على القاع فارشين قواني وقاعدين عليها دا يدرسون أو كراتين ماخذيها من الشارع. الطالب يطلع يمشي بالشوارع، الشوارع اللي دا يمشي بها الطلاب يا طين يا مي وصخ أو مياه آسنة طالعة من شبكة الصرف الصحي. زين اعذروني مي مجاري، يا تمطر الدنيا وتفيض الدنيا عليهم، يا يمشي بأماكن خطرة حتى يعبر من صوب الصوب والجسر مهدم وأكو تيغة هل قداتها إذا زلقت رجلة راح ويا المي. هاي بالنسبة للتربية أو وزارة التربية والتعليم. معتقلين عندنا مئات الألوف من المعتقلين اللي مغيبين، إضافة إلى 50,000 معتقل نصهم محكومين إعدام، و99 بالعشرة من عندهم ماخذيها جوا التعذيب الاعترافات معتهم. أبو عمر من بغداد رجع لنا حياك الله. حياك الله أستاذ أفل. هلا بيك يا الغالي. وحيا الله قناة الرافدين ومشاهديها. حياك. أستاذ أفل، اليوم العراق يعني مو جديد على الانتخابات اللي انتخبوها واللي سووها الأحزاب اللي كل 4 سنين هم نفس الوجوه ونفس يعني القادة اللي موجودين من قيس الخزعلي والعامري ومقتدى الصدر، وكلهم هذول اللي موجودين ما سووا شيء للعراق، لا بنوا مستشفى، لا رجعوا الزراعة، ولا رجعوا الصناعة، ولا رجعوا المعامل، لا التعليم سووا يعني حسنوا. كل هاي الأمور سبب خراب العراق من هذول الزعماء اللي دمروا العراق، والعراقيين اللي هسه وصل حدهم يعني الهجرة اللي قاعد يصير ما صارت احنا من قبل 2003 ولحد الآن. يعني كل الشعب العراقي يفكر بالهجرة، لأنه العيشة اللي صارت بالعراق من السقوط لحد الآن ما تطاق للمواطن العراقي يشوف هاي الوجوه العفنة السفرة اللي كتبت الشعب العراقي بالطائفية والتظاهرات اللي صارت بالغربية اللي قتلوهم، وجميع المحافظات اللي انتفضت عليهم ما رادتهم، وحتى المحافظات الجنوبية منهم الناصرية والنجف وكربلاء كلهم ما رايدهم هذول، لأنه ما رادوهم أبد من الأول. وجوه ناس قتلة باقوا العراق، نهبوا العراق باسم الدين. فاليوم الشعب العراقي رافضهم، والانتخابات اللي صارت ما شاركوا أحد من الشعب العراقي، هم نفسهم الأحزاب اللي انتخبوا رؤساء الكتل القتل الموجودين عندهم، وقتلت المتظاهرين وزعماء الميليشيات مقتدى الصدر وهادي العابري وقيس الخزعلي كلهم، وما أحد من عندهم هذول. نعم انقطع الاتصال يا أبو عمر. شركاء العملية السياسية النائب محمد عثمان خالد يقول أن القوى السياسية راح تعيش سيناريو 2018. اللي ما يذكر سيناريو 2018، الانتخابات خلصت،
ورا ما قصة الانتخابات ظلوا شهر وشهرين وثلاثة وأربعة يمطمطون بها، إلى أن سووا حكومة توافق جابوا لنا بها عادل عبد المهدي. عادل عبد المهدي اللي أول ما صار التظاهرات أبادها بطرق قمعية جديدة كانت بوقتها. المهم وراها استقال، وراها إجا مصطفى الكاظمي، ورا أربع مرشحين أو ثلاث مرشحين يلا إجا مصطفى الكاظمي اللي رفضهم الشارع العراقي حتى يوصل مصطفى الكاظمي. مصطفى الكاظمي اللي قال أنا جيت من رحم الثورة، من رحم ثورة تشرين، من داخل الشارع العراقي، أنا جيت لي الدفاع عن هموم الشعب العراقي. لكن الدفاع عن هموم الشعب العراقي لحد الآن الشعب ما دا يشوفها. الشعب دا يشوف أنه أكو متظاهر مصاب ما حد يعالجه، أكو نازح ما حد يرجعه، أكو فقير بالشارع والفقر دا يزيد، أكو أمية دا يزيد، أكو تعليم فاشل، أكو صراعة منتهية، أكو صناعة ميتة، أكو كل شيء بالعراق اليوم ميت عدا شيء واحد، هي الصفقات الوهمية والموظفين الفضائيين، وكذلك الرواتب الخيالية اللي دا يتخاطوها البرلمانيين ومن تبع البرلمانيين من أحزاب وكتل سياسية. هذا الشيء الوحيد اللي دا يتحقق إلهم هم، لكن المواطن العراقي ما دا يشوف شيء. ولما يطلع المواطن العراقي ويقول أنا أريد حقي من هالبلد وحقه، لأنه هذا البلد إله، المواطن ينكتل وهم قاعدين مرتاحين، وهسه قاعدين يتكاتلون بيناتهم حتى يرجع للكرسي، لأن الكرسي اللي راح يقعد عليه بالبرلمان راح يجيب له صفقات، وراح يجيب له وزارات، وراح يجيب له مدراء عامين، وراح يجيب له خطورة، وراح يجيب له حمايات وسيارات مدرعة وجواز دبلوماسي. صباح من بغداد ويانا، حياك الله. السلام عليكم أستاذ أفل. عليكم السلام والرحمة والإكرام. يعني بالنسبة للقرار المحكمة الاتحادية، يعني قرارات كلها باطلة، يعني احنا مؤمنين ان ماكو انتخابات نزيهة وديمقراطية، والمواطن العراقي راح بحرية انتخب شخص نزيه وشريف ووطني وكفوء للمنصب اللي راح يصيره، سواء بالبرلمان او البرلمان يختارون تشكيلة وزارية. كل اللي موجودين الطبقة السياسية كلهم ناس فاسدين، وجربهم الشعب العراقي وجربناهم 18 سنة، كل فساد في فساد ووعود كاذبة. نفس الوجوه الكالحة اللي يدعون الإسلامية وهم بعيدين كل البعد عن الدين، والدليل على أن 18 سنة حكم دمروا للبلد. هسه المحكمة الاتحادية اللي هي تابعة إلى نور المالكي صادقون إلى على الانتخابات ورد الطعون. يعني المواطن العراقي ايش راح يكسب من هذا الموضوع؟ ما راح نكسب شيء. اربع سنوات عجاف راح تجينا انه بعد ما عندهم اي خطه لبناء دوله، ما عندهم اي انجازات، ما عندهم مشاريع يعني حقيقيه تخدم المواطن العراقي، ما عندهم فد شيء، يعني ماكو حتى امل بيهم، لان جربناهم احنا. هذول ناس كلهم تابعين الى ايران، وقسم منهم تابعين الى امريكا، وهي امريكا وايران هي اللي محتله البلد، وما راح تسمح لهم ان يبنون طابوقه بهذا البلد، بل تسمح لهم ان يفلشون البنيه التحتيه السابقه للنظام السابق وتدمير المجتمع العراقي. وشفنا احنا هاي شغله المخدرات، وقفت الحكومه والاجهزه الامنيه عاجزه عن وضع، يعني وضع قانون صارم لردع التجار وردع الناس اللي يتاجرون بهذا الموضوع واللي يتعاطون، يعني جايين لتدمير النسيج العراقي من طائفيتهم الى المخدرات الى التهجير الى القتل. مصطفى الكاظمي مثل ما تفضلت بتقريرك، يعني خرج من رحم تريد تقول يعني مثلا الثورة، لكن هي صفقة صارت. ان وقالها قيس الخزعلي أن يا مصطفى الكاظمي لا تتدخل بالمشاكل الكبيرة، احنا جبناك لفترة معينة. وبالفعل قيس الخزعلي صادق من قال احنا جبناك لفترة محددة، هو لازم يوصلهم من هاي الفترة المقبلة لتشكيل حكومة يسموها حكومة وطنية او حكومة، وهي نعرفها حكومة محاصصة. يعني فشوف راح تصير المحافظة شلون على الوزارات وعلى المناصب، وراح يصارعون ايضا، راح يبدي صراع ثاني بعد هذا الصراع اللي تكالبهم امام البوابة الخضراء الولائيين ومتجمعين لحد الان، وما نعرف احنا شنو مصير الشارع العراقي والمجتمع العراقي وين راح يوصلونه. ولائيين يحكمون البلد، قضاء فاسد، سياسيين فاشلين، ما عندهم اي انجاز، ما عندهم اي انجاز حقيقي يذكر لهم. 18 سنة سرقة وقتل وتهجير، يعني شنو انتوا راح تبنون دولة؟ شلون راح تبنوها الدولة؟ راح يجي وجوه جديدة تابعة إلى أحزاب، والأحزاب عندها ميليشيات،
يعني شلون راح مقتدى الصدر يريد يشكل حكومه ويا منو؟ واحنا نعرف مقتدى صدر جزء من سرب، السرب هو الولائيين، ما راح يقدر يغرد خارج السرب، ما راح يسمحوا له، يعني لا ايران تسمح له ولا السفير الايراني الموجود في بغداد يسمح له ان مقتدى صدر يخرج خارج نطاق المالكي والفتح والولائيين، هو جزء من عندهم وهو عنده ميليشيا. ومقتدى صدر وين هال 18 سنه اللي الناس تأول عليه بالمساحات وبالتويتر وبالفيس ومقتدى وصدرين والإصلاحيين؟ هو كذاب، هو 18 سنة هو مشارك بالعملية السياسية وهو جزء من هاي عجلة القتل الموجودة بالعراق من زمن جيش المهدي إلى زمن الوزراء، وزراء اللي صاروا وزارات خدمية ما بنم ولا قدموا إنجاز حقيقي يذكر لهم، كلهم فاسدين. المفروض هسه ثورة عارمة ضد كل هاي الطبقة السياسية، السنة والشيعة والأكراد، ونرفض جملة وتفصيلة كل الأحزاب اللي شاركت بكل الحكومات السابقة. هو هذا الحل، يبقون السلاح المنفلت ما حد يحاسبهم، ولا وين مصطفى الكاظم اللي يقول أنا جيت من رحم الثورة؟ زين القتلة اللي قتلهم الثوار 20,000 شهيد وجرحى 30,000 وقفتوا عاجزين عن تقديم الخدمة الصحية لهم، وين القتلة؟ منو قتلهم؟ قتلوهم الولائيين، وهو مصطفى الكاظم يعرف السلاح المنفلت واللي يقتل واللي شايل كواتم هم الحشد نفسهم، فمصطفى الكاظم ما قدر. هذا جهاز مكافحة الإرهاب اللي شفناه أسد بالغربية وأسد بالموصل وصلاح الدين، وقف عاجز أمام كل هذول الولائيين واقفين أمام المنطقة الخضراء، وحتى اللي قتلوهم في الناصرية وفي النجف وبابل وبغداد ما شفنا جهاز مكافحة الإرهاب ألقى القبض على هاي العصابات القتل. يعني إذا الموضوع يعني مبيت للعراقيين، نعم، إن إحنا هذول السياسيين هم يحكمون ويبقون على جاثمين على قلوب العراقيين، يعني ما كفاهم دمار هذا البلد والتهجير والقتل، نعم. يعني يريد يستمرون نوب 4 سنوات قادمة جاي يخططون وكلهم متفقين، يطلعون يتعاركون بالإعلام لكن هم بالحقيقة هم كلهم كلاب صيد يريد يصيدون بالميزانيات والنفط ايش قد ينباع والمنافذ الحدودية والمناصب العليا، هيك هذا هم يريدون على هالشيء. هاي جايين ولا ما جايين يبنون بلد؟ 18 سنة ما بنم، بعد شو تسوون؟ ها هي الطمة جاي غيركم. نعم 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 نعم، شكرا شكرا لك أخ صباح. عبد الرزاق من بابل، حياك الله يا عبد الرزاق. السلام عليكم استاذ سعد افل. عليكم السلام والرحمه والكرام اخويا. استاذ افل، بالنسبه للمحكمه الاتحاديه وقراراتها بالمصادقه على الانتخابات، احنا برغم من كل ملاحظاتنا السلبيه على هذه المنظومه الحاكمه، ولكنه اليوم المحكمه الاتحاديه يعني ابرزت نوع من الشجاعة بمصادقة على الانتخابات ضد الولائيين. واللي شيء أفرحني بهذا القرار المحكمة الاتحادية هو رد الدعوة المقدمة من الولائي والخائن العميل هادي العامري وتغريمه مبالغ الدعوة. أنا أتمنى اليوم اللي يعدم بهذه العامري لأنه خائن وعميل، فهذا جانب. الجانب الآخر أستاذ أفعل، بالنسبة لازدواجية التعامل مع المتظاهرين، الدولة جاءت تتعامل ويا المتظاهرين أولاد الصايبة بالقتل، والمتظاهرين اللي مدعومين من الدولة والخارجة اللي تدعمهم بالسلاح، تدعمهم بالمال أو مو تدعمهم بالمال، لأنه إحنا مثل ما يقول مثل العراقي من لحم ثورة وطعمة، يعني من فلساتنا ويطوهم، يعني الدولة الجارة الدولة الإرهابية اللي هم منتمين إلها يعني من فلوسنا وتطيهم الرواتب. هذا يعني خلي المشاهد يكون على علم بأنه مو هي اللي تطيهم من البنوك مالتها واموالها، لا، من اموالنا احنا العراقيين، من فلوسنا العراقيين، من خيراتنا العراقيين، يعني يغذون دول الولائيين ويمدوهم بالمال وبالسلاح، ومو بس دول الولائيين استاذ افل، حتى
العملاء مالتها بالدول الاخرى بالدول العربيه باليمن من الحوثيين بلبنان من قبل هذا شو اسمه الدجال حسن نصر الله ما اعرف ايش فكلها من فلوس العراق يعني من خيراتنا وجاي يعني شو مثل ما تقول يخربون بلدنا دول الولائيين جاي يدمرون البلد من خلال اعمالهم الشيء الاخر ساد افل اللي صراحه يعني ألمني كثير بانه الدوله ما تهتم بالمهجرين والنازحين وانت تعرف الايام هذه ايام بارده والعراقيين ما حد بحالهم وما حد مهتم بهم والدوله العراقيه تهتم بعوائل داعش اللي تجيبهم المخيم الهول وتحتضنهم وتوفر لهم الملاذات الامنه والعراقيين ما حد بحالهم يعني انا اريد بس اعرف العراق ليش ما حد يهتم به انتم يا اما دوله يعني طوى يعني بالعلن بانه انتم ضد العراقيين وبالفعل هم اللي يحملون جناس ثانويه جنسيات ثانويه حتما هم ضد العراقيين واذا شيء يفسر بانه هذا التعامل مالتهم بالازدواجيه مع العراقيين مع كل الاسف تحياتي لك استاذ شكرا شكرا لك اخ عبد الرزاق المشكله وما بها انه يعني حسب التوقيت المحلي للعاصمة العراقية بغداد بعد شوية تصير بالداعش بالليل يعني ما باقي غير بس أربعة أيام ونطب 2022 يعني أقل من 100 ساعة 97 ساعة ويا الساعة ما اليوم 97 ساعة ونطب 2022 2022 عندنا محطة توليد طاقة كهربائية باستخدام الطاقة الشمسية مثلا عندنا توربينات هوائية موجودة على جبال طوروس وزاكروس بالشمال العراقي تستخدم الهواء حتى تولد لنا الطاقة الكهربائية حافظتوا على الموارد المائية اللي هي مخصصة إلى العراق بحيث أنه المواطن العراقي يشتغل وراكم معمل كهربائيات بغداد مثلا البنكات والثلاجات وغيرها وغيرها يشتغل وعنده عمال ودا يعطي رواتب وحوافز وبحيث أنه الشعب العراقي دا يتبطر عليكم ما يريدكم لو معمل أدوية سامراء دا يشتغل لو جلود لو التمور العراقية لو معامل ديالة لو مصنع تعليب كربلاء معامل كبيرة كانت موجودة بالعراق تايرات على تجميع سيارات على قادسية على عشتار على إنتاج صوبات كل شيء تتخيلون كان العراق ينتج مو شرط يصدرك بس كان أكو إنتاج للسوق المحلي على الرغم أنه إحنا كنا نصدر اما اليوم كل شيء ماكو ايش سويتوا انتوا للبلد حتى تتعاركوا لي على كرسي بالبرلمان ايش سويتوا انتوا للبلد حتى المواطن يقتنع بيكم ايش سويتوا انتوا للبلد حتى يجي مواطن واتمنى اوجه هذا السؤال للمتصل اللي موجود وياي شنو اللي سووه هم للبلد بحيث هسه دا يتعاركون على الكرسي وعلى المناصب وعلى البرلمان وعلى الوزارات ودا يركضون ورا المواطن الا تنتخبنا وإذا ما انتخبتنا يا ويلك ويا ويل العراق شنو اللي سووه لنا أبو مصطفى من المثنى حياك الله السلام عليكم تحياتي لكم عليكم السلام على المشاهدين الكرام طبعا المضحك المبكي عندما نذكر الحكومة السابقة والحكومة التي تشكل بعد فترة جميع الحكومات المشتركة في هذا النظام الحالي عبارة عن خراب وفساد ودمار للشعب العراقي لا أكثر ولا أقل أبسط الأشياء مدرسة بناية مدرسة ما بانيها بشكل صحيح وإن بناها وإن كانوا بناء مدرسة فما يبنوها بشكل صحيح عزيزي هؤلاء جاءوا للعراق من أجل هدم العراق من أجل تدمير العراق بغض النظر عن ما كان سبب تدخل الولايات المتحدة الأمريكية و التحالف الدولي هو أصلا جاء بهؤلاء من أجل تدمير العراق لا أكثر ولا أقل ماذا فعلوا منذ سقط نظام صدام إلى يومنا هذا يعني أبسط شغلة الزراعة يعني ماكو إحنا أرضنا خصبة وكما معروف بالقدم أرض السواد أرض العراق يعني حتى الزراعة أتركنا من الصناعة أجوز أكو تكاليف أو مصانع الزراعة شنو يعني تكاليف يا أبو مصطفى العراقي حسب تصريح وزير الصناعة اللي هو تابع للأحزاب ب 5500 معمل كبير متوقف هي متوقف طبعا هم يوقفوها هم يردون يوقفوها عزيزي إيران شلون تشتغل
ايران من تجيب استهلاك المواد اللي موجوده عندها؟ احنا عباره عن حديقه او باحه خلفيه الى الجمهوريه اللا اسلاميه هي ايران. احنا عباره السايبه وغيرها وغيرها، يعني حتى اسمها السايبه هم دخلوا علينا وسيبونا. احنا مثل على قولت اللي يقول على جسر المسيب سيبونا، دمرونا. احنا دمرونا، احنا بلد انتهى، احنا بلد انتهى الى حافه الهاويه. وازيدك من الشعر بيت، هذا محافظ النجف الموجود الان اللي دقت عليه ابناء الشعب، ابناء النجف دقوا عليه، قط الاراده، وابنه تاجر مخدرات ضابط ما ادري وين، وتاجر مخدرات كبير طبعا للعلم. ها، وكل هذا ما طلع خلال ليله واحده، خلال يعني نص ساعه راح مقتدى الصدر، ها السطل، ها ذهب الى بلديه اللي اسمه النجف راسا بقصبص على مثل ما يقول هو طلعها. يعني بهذه الامور تدار حكومه وتدار ادار النظام الحالي الموجود. يعني احنا من هوان الدنيا ان يقودنا مقتدى الصدور او قيس الخزعلي، هاي من هوان الدنيا بعد من هاي وشيلوا. نعم، شكرا، شكرا جزيلا لك. طبعا اثناء ما كانوا المتصلين دا يتكلمون اكو صورتين طلعت اثناء الفيديوهات. الصوره الاولى النفايات اللي مشموره بالشارع، الشوارع العراقيه والمناطق العراقيه. ما اتذكر هاي الصوره اللي دا اتكلم عنها، ما اتذكر اي دوله اوروبيه، اتوقع المانيا اكتشفت انه اكو زياد في نسبه النفايات، اكتشفت انه اكو ازدياد في نسبه النفايات، وجدت معامل لتدوير النفايات وانتجت من عندها طاقه، وانتجت من عندها مواد بلاستيكيه جديده، وانتجت من عندها هوايه مواد، ونطت ايراد الى الدوله الالمانيه اضافه الى ايرادها تصور المانيا. هذا اللي تشوفوه الفيديو حسب ما بلغوني كنترول انه هاي بالنجف، هاي نفايات موجوده بس بالنجف، وهذول عوائل عايشين هاي العيشه بس بالنجف. اما هاي الصوره الثانيه اللي نشوفها بال2021 وبنهايتها، امراه عراقيه خبز يابس قاعده تقصقصه بسكين حتى تنقعه وتبلل لدى ياكلوا جهالها، والبرلمان العراقي راتبه فوق $50,000 وملايين. هاي الصوره اللي دا اتكلم عليها، هذا الخبز اليابس يقبل باي سياسي او برلماني او مدير عام او كائن من يكون يعمل اليوم بالعراق يقبل انه ياكل وياها من هذه الاكل اللي هي دا تاكله، والله يعلم من وين جايبت هذا الخبز، وهم عايشين في نعيم ورغد، والمواطن العراقي غصبا ما عليه يرضى بهم انهم يبقون حاكمين هذا البلد. وهذا اللي دا تشوفوها الصوره بديها راس، يمكن شعبيه راس خصم او لهانه ما اعرف من وين جايبتها، وخبز يابس وقاعده تثرم بيهن دا تبللن دا توكلها الصغار اللي قاعدين يمها. بالنسبه الى رسائل الواتساب اللي وصلتني، عتب الى احد الاشخاص يقول اني اعتب على قناه الرافدين وعلى الاخوه في برنامج صوتكم، انتم موظفين المفروض تقرون رسائلنا. اخي العزيز انت داس صوره وقبلها داس فيديوهات، وارسلت الى جنابك الكريم اكثر من مره انه الفيديوهات ما تطلع هنا على رقم انت ترى. اما بالنسبه الى الصوره انت داس خبر تقول خبر عاجل، اعذرني لانه الخبر ما باي مصدر وما كاتب ويا المصادر، فأخي العزيز اكتب المصادر وياه وبيك خير وتدلل. السلام عليكم أخي الغالي ولكادر قناة الرافدين المناضلة. أخي نحن نلف وندور ونعود لنفس النقطة، نفس الوجوه العفنة عادت لتجلس في برلمان العار والسرقات والاتفاقات على حساب هذا الشعب المغلوب على أمره بقوة سلاح الميليشيات والعصابات، وبعد أن صادقت المحكمة المحكومة من هذه الأحزاب الفاسدة فالصراع سيستمر وسيتم الاتفاق مع مقتدى الصدر على هذا لك وهذا لي، ولا نتيجة لهذا الشعب الذي يتباكى أمام مراسلي القنوات أو مع نفسه إلا أن ينهض بثورة عارمة تغير هذه العملية السياسية العرجاء التي أوجدها الاحتلال الأمريكي الإيراني. وشكرا لك أخي أبو محمد من النرويج. السلام عليكم، بالنسبة لموضوعكم اليوم وقضية الأحزاب المتمسكة بالسلطة، لأن كل واحد منهم ولاء الإيران وبالمقابل أكيد لهم دعم، فعليه ما حد يقدر لهاي الزمرة القذرة، بس الله ومن الله المستعان، وربي يوفق قناتكم وتحياتي لكم. رنا من بابل. رسالة أخرى من شخص دازلنا 4 فيديوهات يقول أتمنى تعرضوها، نفس الكلام لك أخي العزيز، ابعثها على رقم أنت ترى بالشريط الأبيض أسفل الشاشة تقدر تتابعه وتقرأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكركم على هذا البرنامج الرائع، أنتم صوت الحق وصوت المظلومين، أخوكم أحمد الشمري من بابل، وتحياتنا لك يا أحمد. السلام عليكم أبو زين عابدين من البصرة. اللهم يا جبار يا منتقم، انتقم لنا من أمريكا وإسرائيل ومن النظام الإيراني والسائرون في فلكهم، ولا أقول من إيران بل في فلك إيران. أخواني الأعزاء، الصور اللي دا تطلع أمامكم أثناء ما كنت أقرأ رسائل الواتساب هي معاناة أطفال العراق أثناء ذهابهم إلى المدارس، حرق الغاز المصاحب لعملية استخراج النفط الذي يدر على العراق لو استخرج بطريقة صحيحة ملايين بل مئات الملايين من الدولارات. أيضا عندنا معامل متوقفة أمية اليوم في بداية عام 2022، الأمية عندنا دا تزداد رقمها وما دا تقل، وفقر أكثر من نصف الشعب العراقي اليوم تحت خط الفقر، والسبب أنتوا تعرفوا والحل بيديكم أنتوا. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج صوتكم، وبنفس الوقت باكر بإذن الله، في أمان الله.